أعزائي المستمعين والمستمعات، أيضا في موضوع مهم وصلت لبعض اللاجئين السوريين المصنفين تحت الحماية المؤقتة رسالة تفيد بتوقف حصول على الدعم المالي المقدم من الهلال الأحمر التركي سوري. وطبعا هذا الأمر يعني بصراحة نعرف بيؤدي إلى توقف المساعدات وبعض الميزات، وأدى إلى أنه سؤال ليش؟ شو السبب؟ ليش توقفت؟ نحن حابين نعرف أكثر عن هذا الموضوع. معنا على الهاتف الأستاذ فارس عبيدين، المنسق العام لكرت الهلال الأحمر في إسطنبول. تحياتي لك أستاذ فارس. تحياتي لك، يسعد صباحك. يسعد لي صباحكم يا رب. طبعا أنا آسف أن احنا عم ناخذ من وقتك رغم انشغالك الكبير أستاذ فارس. الله يخليك، واجبنا. الله يخلي لي عينك. حابب أصلح معلومة، أنا ماني المنسق العام، أنا واحد من فريق الهلال الأحمر. نعم. اللي نحن هذا واجبنا لحتى نساعد الناس. الله يكرمك. بدي أتشكرك على سؤالك، وبصراحة فضل. سؤالك كتير مهم، لأنه خلال عملي أيهوني صلي سنتين بالهلال الأحمر كتير واجهنا هذا السؤال. الأخوة اللاجئين السوريين موجودين هون دائما بيسألني أنا ليش توقف الكرت تبعي، ليش توقف الكرت تبعي. هلا أنا برأيي إنه لازم نحكي شو لازم واحد يتجنب يعمله لحتى ما يوقف كرته، وآخر الدقائق اللي رح نحكيها رح جاوب على سؤالك. أول شيء لازم نركز على موضوع العنوان. كتير لهلق من الأخوة اللاجئين السوريين الموجودين هون بيغير عنوانه، بيغير العنوان بدون ما يخبر النفوس، بدون ما يخبر إدارة الهجرة، وبدون ما يرجع للهلال الأحمر أو الوقف لحتى يقول لهم أنا غيرت عنواني. تغيير العنوان كتير مهم، ولهلق بنقع بهاي النقطة. إذا صار التغيير في ذات المنطقة لازم يروح على النفوس أو إدارة الهجرة يجدد يثبت العنوان ويرجع على عند الوقف يقول لهم مرحبا أنا هون ساكن. جميل. في حال إذا كان غير شو اسمه، خلينا نقول مثلا من باجلار إلى أفجلار، من منطقة لمنطقة تانية، لازم كمان يروح يجدد، والمنطقة نفسها بيكون فيها وقف أو مركز الهلال الأحمر يخبروا للمركز أنه أنا ترى جيت لعندكم. بهالحالة هاي بصير في نقل الملف تبعه. تفضل. فقط بنقل العنوان هو التحديث اللي لازم يخبر فيه، ولا في أشياء أخرى كمان لازم يخبر فيها؟ في أشياء كثيرة. اللي هي جميل. تغيير العنوان، تغيير رقم التليفون، أي تغيير بصير على العائلة، في ناس بيرجع حدا منهم على سوريا. أيوة. أي شيء بيصير معك خلال وجودك هون لازم تغيير عمل، انتقال بالعمل كمان هذا مهم أستاذ فارس. تغيير العمل في حال صار في عمل عم بصير في سيكورتا، لما أيوة. بصير في سيكورتا عم بتوقف الكرت بشكل أوتوماتيك. تمام. هاي شغلة سيكورتا هيك بصير. تمام. بالنسبة لوضع الكملك أحيانا بصير في موضوع إلغاء للكملك، هاي الموضوع تابع لإدارة الهجرة، هي قرار لا، لكن إذا صار في عنا بالعائلة شخص التغيت الكملك تبعيته ممكن يتوقف الكرت إذا صاحب الكرت هو نفسه صاحب الكملك. نعم. بصير في إلغاء. دائما نحن بنبعث رسالة بالهلال الأحمر الأشخاص بنقول لهم أنه توقف الكرت الهلال الأحمر بسبب الفلاني. جميل. إذا ما كان موجود هذا الموضوع بالرسالة بنوصل الأشخاص اللي توقف الكرت تبعهم أنه يا يتصلوا على 168 رقمنا تبع الهلال الأحمر، يا أما يزوروا أي منطقة قريبة اللي هي الوقف أو الهلال الأحمر، مركز من الهلال الأحمر. تمام. طيب أستاذي، الرسائل التي وصلت أو وصلت لبعض الناس المستفيدين الفترة الأخيرة كلها تنحصر في هذه الأسباب؟ يعني أخي العزيز، أنا هلأ لأني قد ما أحكي معك هيك كتبت على السريع كم نقطة. سؤالك كتير مهم، شكرا لأنك ذكرتني. في اللي بيصير على الشكل التالي، إذا صار في تغيير بالحالة المادية للعائلة كمان هذا الوضع مهم. إذا والمعلومات اللي عم تتعاطى كتير مهمة. على فرض انعطت معلومات وهذا تقديم المعلومات كان فيه ما فيه صحة بالمعلومة إلى آخره، لازم تكون دقيقة كاملة. صار في زيارة ما نوجده بالعنوان مرة تنتين ثلاثة، كان في تغيير أنه ما في عندي زوجي بالبيت أو إلى آخره من هالتفاصيل، راحوا لقوا حدا يهنيك في البيت أو لقوا في الحالة المادية تبع العائلة، كمان كانت العائلة تغيرت للأفضل، إن شاء الله الكل بيتغير وضعه للأفضل بهالحالة. هاي الحالة كمان بيصير فيها توقف لكرت الهلال الأحمر. يعني هذا القرار بيكون قرار للوقف هو اللي بيقرره، ويعني هني فينا نختصر المواضيع العنوان،
تغيير الحالة المادية إذا صار في عنا إلغاء للكملك، إذا صار في سيجورتا. هدول الأشياء الأساسية، الأربعة الأساسية اللي عم يلتغى فيهم. أستاذ فارس، وردني سؤال الآن، أنه أحيانا لما عم يتغير العنوان، يعني واحد غير عنوانه وبعدين إجا حدث بأحد مراكز الهلال الأحمر بأنه تغير عنواني، عم يصير أنه في إلى أن يتم تحديث هذا العنوان عم يوقف الدعم شهر أو شهرين، يعني في بطء ربما بالإجراءات، صحيح هذا؟ أو إذا كان ليش عم يكون هذا البطء؟ نعم، هلأ هي الإجراءات كتير بسيطة. غيرت عنوانك مباشرة بعد ما غيرت العنوان، تاني يوم بتروح بتسجل حالك بالنفوس أو بإدارة الهجرة بهذا العنوان، بعد ما تجدد حالك بهذا النفوس، وهاي بتروح لعنا على خلينا نقول على مركز التكافل تبع الهلال الأحمر، بتقدم هاي الأوراق مباشرة، بنعمل أبديت أو تعديل للفايل تبعك وانتهى الموضوع من عنا من الهلال الأحمر. لكن اللي بيصير مع الأسف إنه الأخوة بيستنوا لحتى ينقطع الكرت تبعهم، بعدين بيروحوا بيقولوا مرحبا أنا غيرت العنوان تبعي. بهالحالة هاي لازم يرجع إعادة التقديم من أول وجديد، لأنه ممكن بس أحكي أقل من دقيقة على موضوع العنوان. خلينا نفرض أنه أنا ساكن بعنوان إكس هو بعنوان ما، طلعت من هذا العنوان سكنت بعنوان تاني وما سجلت حالي عند الدولة أو عند إدارة الهجرة. اللي بيصير على الشكل التاني إنه إذا حدا سكن بالعنوان القديم تبعي أنا بصير بدون عنوان، يسقط العنوان عني أوتوماتيكي بينقطع الكرت. نعم، فهي نقطة مهمة جدا أشرت لها الأستاذ فارس، يعني هي قضية تحديث المعلومات تحديدا عند الانتقال من سكن إلى سكن أو بالعمل أو إضافة مولود جديد، ذهاب شخص آخر، هاي تعتبر أشياء فعلا مهمة. أستاذ فارس أشكرك، شكرا جزيلا. تفضل أستاذ فارس. ممكن بس العفو، أنا نسيت شغلي، على فرض أنه مثلا مثل ما بتعرف الشروط تبعيتنا أنه في عنا ثلاث أو أطفال، هذا واحد من الأطفال صار عمره فوق 18، كمان هيك ممكن نعتبر انه تغيرت الكريتيريا الشروط تبع العائله. بهالحاله مو اوتوماتيكي رح تتوقف المساعده. اشكرك شكرا جزيلا استاذ فارس عابدين، احد منسقي كرت الهلال الاحمر في اسطنبول. شكرا جزيلا، حياكم الله، يسعد صباحك.